أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع 13. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع، الأسبوع 13. كونوا معي. التراث الوطني هو كل موروث حضاري وصل إلينا عبر الأجيال، ويشمل كل ما هو مادي ومعنوي مثل المباني التراثية، المواقع الأثرية، الآثار التاريخية، التحف، المسكوكات، القطع الأثرية، العادات الاجتماعية، التقاليد، القيم، الممارسات، المعتقدات، التعبير الفني واللغة، والأغاني الشعبية والموسيقية وأدواتها وغيرها. أما التراث العالمي فهو عناصر الموروثات الثقافية الإنسانية التي تحمل قيمة عالمية كما نصت عليها اتفاقية التراث العالمي. لماذا نعد أو نعتبر التراث شيء مهم؟ يعزز الهوية الوطنية والتمسك بها، تقوية الروابط بين الماضي والحاضر، تنشيط السياحة وانتعاش اقتصاد الدولة والمجتمع، تنمية المجتمع المحلي وتطويره. نماذج من التراث الوطني والعالمي: من المواقع الأردنية التي أدرجت على لائحة التراث العالمي حتى عام 2021 للميلاد، البتراء هي مدينة أثرية بناها الأنباط وتشتهر بعمارتها المنحوتة في الصخر، سميت بالمدينة الوردية نسبة إلى ألوان صخورها، وأدرجت على لائحة التراث العالمي عام 85 و900 و1000. قصير عمرة شيد في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، يتميز بوجود قاعة الاستقبال والحمام والصور الجدارية التي تزينه، ويعد هذا القصر تحفة فنية فريدة، وقد أدرج على لائحة التراث العالمي عام 85. أم الرصاص حامية عسكرية رومانية، تطورت حتى أصبحت مدينة في العهد البيزنطي، واستمرت كذلك حتى أوائل العهد الإسلامي، ويوجد فيها آثار 16 كنيسة، بعضها لا يزال يحتفظ بأرضيات جيدة من الفسيفساء، وقد أدرجت على لائحة التراث العالمي عام 2014. وادي رم، يقع وادي رم جنوب الأردن، ويتميز بالطبيعة الصحراوية والمناظر الطبيعية المنوعة التي تتكون من مجموعة من الممرات الضيقة وأقواس طبيعية ونقوش وبقايا أثرية تبين تفاعل الإنسان مع بيئته الطبيعية، ولهذه الأسباب أدرج تحت لائحة التراث العالمي بوصفه موقعاً مختلطاً بين الطبيعي والثقافي. المغطس موقع المعمودية، وهو المكان الذي عمد فيه السيد المسيح عليه السلام على يد يوحنا المعمدان، ويقع في وادي الخرار شمال البحر الميت، وهو من المواقع المعتمدة للمحج المسيحي، وقد أدرج على لائحة التراث العالمي في عام 2015. بعد ذلك سننتقل إلى أسئلة الدرس، سنوضح المقصود بكل مما يأتي: التراث الوطني، التراث العالمي، ويوم التراث العالمي. نبين أهمية التراث الوطني، نوضح أسباب إدراج مواقع التراث الأردني على لائحة التراث العالمي، وأيضاً نعدد مواقع التراث الوطني العالمي الأردني المدرج على لائحة التراث، نبين كيف تساعد مواقع التراث الوطني على جذب السياح. وفي نهاية المطاف يا عزيز الطالب، هذا هو عرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع 13. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.